طيب خلينا نروح نشوف أهم الأخبار اللي بتخص النادي الأهلي في المواقع. الموقع الرسمي للأهلي: أزارو جاهز لمواجهة بتروجيت. الشروق: الأهلي يفقد صلاح محسن 5 أسابيع. مران الأهلي: ذبح عجل ظهور جمعة وأزارو يعود للجماعي. في الجول: الأهلي الوقت غير مناسب للحديث عن عروض أزارو. فيتو: عمرو السولية يتعافى من الإصابة ويشارك بمران الأهلي الجماعي. الوفد: الأهلي يجهز صالح جمعة لحسم موقفه. اليوم السابع: العمري فاروق في مران الأهلي وعودة السولية قبل مواجهة بتروجيت. دوت مصر: محمود الخطيب يعود من ألمانيا الأحد المقبل. يلا كورة: عبد الحفيظ: الأهلي سيفوز بالدوري، ليس لدينا أزمة مالية وندعم الفريق ب3 محاوش. اليوم السابع: الأهلي يؤكد تحركه في اتجاه عودة جماهيره للمدرجات، مهمة جداً.